فضيلة الشيخ، صلة أرحام الإنسان هل هم الأعمام والأخوال فقط؟ نعم. أرحام الإنسان هل هم الأعمام والأخوال فقط؟ لا، أرحام الذين تجب صلتهم من تجتمع بهم في الجد الرابع، هؤلاء هم الأرحام، حتى القرابة من جهة الأم تجب صلتهم كما تجب صلة الأم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدة أن تصل أقاربها،